نتمنى يا ربي هاد لا فيديو تلقاكم باحسن الاحوال. فيديو جديد معايا هاد العشيه هادي من بعد ما دوزنا الصباح ديالنا في كانانو. هاد العشيه هادي جينا لواحد المدينه حتى هي ما شاء الله مدينه غزاله سياحيه اللي سميتها كينغستون. هاد المدينه هادي صراحه الله اول مره غادي نشوفها، ماشي بحال الفيديو اللي فايتين كاع المناطق شايفاهم وصورتها لكم. هذه اول مره غادي نشوفها، دونك غادي نكتشفوها مع بعضياتنا. نتمنى يا ربي تعجبكم وتدوزوا وقيته زوينه معايا، وما تنساوش ديروا لي ابوني ولا سبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. في هذا البارك هذا واحد الاسباس فيغ وواحد الخصيصه ما شاء الله زوينه، وعلى اليمين ديالو جاي لوطيل دو فيل وعلى اليسار ديالو جايه المارينا. هذه هنايا هي المارينا ديال المدينة كينغستون اللي في لونتاريو، وكاين فيها حتى هي تيخلصوا في الباطو وتيديروا ديك خوازيير. هذه هنايا واحد الكافي وريستورون جاي على الماء ما شاء الله. هذا هنايا هو لوطيل دو فيل ولا البلديه ديال مدينه كينغستون، تتواجد قدام هذا البارك وهذه الخصيصه هذه وقدام هذيك المارينا. هنايا طلعنا نتسارو شويه في المدينه ديالها، ولقينا واحد كاتبين كينغستون ومحيدين ليها الحرف اي، اللي تيجي تيوقف في هذيك بلاصه الحرف اي وتيكمل الكلمه وتيتصور هي هذه. وهذا واحد تران صغيور ولوكوموتيف، وهذاك اللي داغيغ كينغستون هو اللوكوموتيف الكبير بابا. المهم منظر زوين ما شاء الله، ومدينه سياحيه غزيوله فيها ما يتشاف ما شاء الله،
ولاحظت هنايا واحد، المهم انا بان لي بوس جا وقف ملي هو هذا، مي ملي جيت قريت لقيتو ترامواي تيديرو بيه تخلصو تيديرو بيه دي تور هنايا في كينغستون، ونفس الوقت تيشرح بحال الكيد توريستيك. وهاد الساحه هادي اللي جينا ليها هي قريبه من هذاك البارك ولا المارينا، غير تتقطع الطريق، سميتها ماركت سكوير ولا ماركت بليس. المهم اللي فهمت انا ان هنايا تيكون واحد المارشيات ودي كيوسك صغار تيبيعوا هنايا، وهاد البلاصه هادي اللي تتبان دابا هاد الساحه تيكونوا فيها كيف ما تنقولوا في المغرب الحلقه، وتيكونوا الناس جالسين في هاد الدروج هادو ودايرين هكا دي طابل صغار وكراسة وباراسولات ومباعدين باش الواحد يجلس من بعد، وكاينين هكا دي بتي مغازان في الجنب اللي بغى يشري شي حاجة ويجي يجلس تمايا ويرتاح. كاين مام واحد البيبليوتيك صغيرة حاطينها في هاد الساحة اللي بغى ياخد ان كافي وياخد كتاب ويجلس يقرا هنايا. واحد ليكوغي او لا سنجاب تالف مسكين. وصل لو سوار وعجبني المنظر ما شاء الله، وقلت ناخذ لكم تصويرات حتى نتوما تشوفوهم معايا. وهنايا غادي نختم لا فيديو ديالي، نتمنى يا ربي تكون عجبتكم وقضيتوا معايا وقيته خفيفه ظريفه. ودابا حنا باذن الله في طريقنا للرجوع للوطيل في غانانوك. ما تنسونيش من تشجيعكم ولي لايك، والناس اللي دخلوا جداد تنقول لهم مرحبا بكم والسلام عليكم.